بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم جميعا في اللقاء الحي 15 والمخصص لإجراء الاختبار التجريبي الثاني في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي. سوف ننتظر فقط دقيقتين أو 3 دقائق لكي ينضم إلينا أكبر عدد ممكن من الطلاب، وبعد ذلك نفتح الاختبار. السلام عليكم. أفراح أقدر أدخل اختبار الجوال إذا كان الجوال يدعم؟ إذا كان يا أفراح الجوال يدعم هكذا نوع الاختبار ممكن، لكن يفضل ما بعرف إذا الآيفون يدعم هكذا نوع من الاختبارات. إن شاء الله هلا نشوف، لأنه هذا برنامج خاص. إذا كان يا أفراح يدعم أوكي ما عندك مشكلة تستطيعي، إذا لا يدعم يفضل من اللابتوب. إذا ما عندك لابتوب حنزل الاختبار في المنتدى، حنزل الاختبار في المنتدى بصيغة الوورد أو بصيغة البي دي اف، تستطيع تفتحيه إذا كان صيغة البي دي اف حتى من الجوال تستطيع تفتحيه. خلينا ننتظر بس كمان دقيقتين عبال ما ينضم أكبر عدد ممكن من الطلاب عشان نفتح لكم الاختبار. لسه أنا ما فتحت الاختبار، بعد دقيقتين بفتح الاختبار، لكن لا تخاف يا أفراح، إذا ما فتح معك من الجوال بتستطيع تذهب إلى المنتدى العام. هيني أنا عم بدخل على المنتدى العام عشان أكون جاهز لإرساله كرسالة إذا ما فتح معك عن طريق الجوال تبعك. لكن إذا كنت بتستخدمي لابتوب، اللابتوبات عادة ممكن بيفتح باللابتوب. اسم المنتدى العام، تدخل على المادة، المادة الثانية عم بتدخلي على المادة، اسم المنتدى العام اللي بنزل فيه الشرائح. شو أول مرة بتسمع فيه؟ في عندك المنتدى العام يا أفراح، في عندك منتدى الأسئلة والمناقشات. فبتدخل على المادة، في أدوات التواصل اسمه أدوات التواصل منتديات المناقشة، وهناك بتجدي شيء اسمه المنتدى العام. ففي المنتدى العام بنزل إذا الله أراد الاختبار. خلينا ننتظر كمان دقيقة سيفتح الاختبار الآن، بعد دقيقة أفتح لكم الاختبار إن شاء الله تعالى. أوكي، أعطوني بس دقيقة واحدة فقط لا غير. طيب، تدارس. هذا للي انا بحكي، للي ما حيفتح مع الاختبار، للي مش حيفتح مع الاختبار عن طريق الجوال ممكن انزل لكم اياه في تدارس. بصيغة اما الوورد او بصيغة البي دي اف انزل لكم اياه، فبيفتح مع الجميع ان شاء الله إذا الله راد. طيب خلينا نفتح اختبار الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، حفتح الاختبار. استعدوا. فتح الاختبار، بدأ الاختبار الآن. هل ظهر اختبار عندكم؟ مريم تحكي نعم ظهر. حلو. أفراح ظهر عندك يا أفراح؟ أفراح ظهر؟ لا. طيب ماشي أفراح، ما عندك مشكلة. خليني أبعث لك إياه على المنتدى.
خليني انزل على المنتدى الان، ثواني ثواني اعطيني دقيقة بينزل هلا على المنتدى ان شاء الله. بس بدي اعمل له ابلود، بدي اعمل له ابلود، انت بتعملي له داونلود. اسئلة الاختبار، اسئلة الاختبار، اسئلة الاختبار تجيب الثاني للاقتصاد الكلي بصيغة الورد. طيب ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. سامية تفضلي حلي أسئلة الاختبار يا سامية. بدأ الاختبار قبل دقيقة، تفضلي. ارسال ارسل يا افراح، ارسل. مفروض يظهر الان عندك في المنتدى العام في رأس الصفحة، في رأس الصفحة مفروض يظهر عندك مكتوب عنوانه اسئلة اختبار التجريب الثاني. افراح هل شفتي أفراح؟ بالمنتدى العام في تدارس، في المنتدى العام في تدارس، تدخلي أدوات التواصل فوق، أول ما تدخلي تدارس أدوات التواصل، بعدين منتديات المناقشة، بعدين المنتدى العام. مباشرة لما تدخل على المنتدى العام تضغطي أسئلة اختبار التجريب الثاني وتعملي له داونلود. صالح النجاشي أهلا وسهلا. الاختبار بدأ له تقريبا 3 دقائق، تفضل حل الأسئلة، ابدأ حل الأسئلة. اللي ويرد ويرد ملف ويرد، صح صح مريم، نزل في المنتدى كملف ويرد مظبوط. هي مريم بدها تساعدك يا افراح، مريم بدها تساعدك. مريم بدها تساعدك. او ابعثي لها على الايميل. طيب مريم ابعثي لها على الايميل لافراح، ابعثي لها اياه على الايميل اللي عندك. على ايميلها اسرع بسرعه. الكل عم بيحل اختبار، ماشي اموركم؟ زي ما حكيت
اللي ما فتح معه الاختبار لأنه بيستخدم جواله مش لابتوب، يذهب إلى المنتدى العام وهناك موجود موضوع اسمه أسئلة اختبار التشريف الثاني، يضغط عليه ويعمله داونلود بصيغة الوورد ويبدأ يحل. اللي مش راضي يفتح معه الاختبار يذهب زي ما حكيت منتدى عام ويعمل داونلود هناك موجود. خليني اشوف هون. شو صار يا أفراح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يلا يلا مش مشكلة، أنا حكتب لك إذا استطعت تدخل على تدارس. الخطوات كالتالي: أدوات التواصل بعد ما تستدي اللي أكتب لك إياها. لو خلصت مبروك ممتاز. خلينا ننتظر نتيجتك، هلا بعطيك نتيجتك بعد شوي، بعد 10 دقائق. انتظر 10 دقائق يا نور. إن شاء الله. بالنسبة لأفراح تضغطي أدوات التواصل، بعدين تضغطي المنتديات المناقشة، بعدين بتضغطي، خلينا نشوف إدارة التواصل فوق، بعدين منتديات المناقشة، بعدين بتضغطي المنتدى العام، وبعدين بتضغطي الموضوع، بعدين بيظهر لك الموضوع أسئلة الاختبار الثاني. هي كتبت لك اياها يا أخي. اذا ادوات التواصل، بعدين منتدى المناقشه، بعدين منتدى عام، بعدين اسئله الاختبار الثاني. ندى عاتكه خلصت. مريم عم بتحلي انت يا مريم؟ طب اوكي كملي حل، بس يخلص اختبار انا بغلق، وبعدين انا بكبس كبس الزر عندي لاظهار النتيجه لكل واحد فيكم، كم صح وكم غلط جاب، كم واحد صح وكم واحد غلط، عشان بعدين نحل الاسئله كامله مع بعض ان شاء الله، واحد 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 واحد. خليه بس ينتهي الاختبار، فاضل له 8 دقائق. ابتهال خلصت ممتاز. خلينا نشوف بعد شوي نتائجكم.
خلاص افرح، شو صار معك؟ حصلت اختبار؟ منى، اكيد ان شاء الله. ما كتبت لك شو تعملي على التدارس؟ دخلت التدارس، حطيت ادوات التواصل، منتديات المناقشه، بعدين هي كتب لك انا فوق، كتب لك شو تعملي؟ خطوات واحد ورا الثاني. على كل حال اعطيني ايميلك اللي ابعث لك اياه بسرعه، اعطيني بسرعه. هلا ببعث لك اياه على الايميل. فاضل 6 دقائق. كبار اللي دارس يجاوب بسرعة. ارسل، ادخلي، يلا يا فرح بسرعه، المفروض يوصلك تحت اسم اكزام، اكزام 2. لازم كان عملنا هيك من اول، انا حكيت لمنى تبعت لك اياها بالطريقه هاي. فاضل، يلا فاضل 4 دقائق، خلينا نسكر ونحل الاختبار مع بعض. يلا جابر الاسمري، اهلا وسهلا يا اخ جابر. ليش متاخر؟ ليش جاي متاخر على الاختبار؟ اوكي، فاضل 2.5 دقائق.
آخر دقيقة. آخر نصف دقيقة، يلا أبدأ أحل الاختبار إن شاء الله. انتهى الاختبار، انتهى. اقفل الاختبار الآن، اقفل الاختبار. سوف أظهر لكم نتائجكم الآن، مفروض خلال ثواني تظهر كل واحد فيكم كم خطأ عنده. ظهرت؟ ظهرت النتائج يا شباب؟ ظهرت، ممتاز. ابتهال عندك خطأ واحد، هذا مؤشر ممتاز يا ابتهال، ممتازة أنت. ثلاث أخطاء برضه جيد جدا نور، يعني خمس ثلاث أخطاء 17 يعني خمس تقريبا 85%، 85% درجة عالية جدا. طيب ممتاز. الآن بدنا نحل الأسئلة كاملة مع بعض. بدنا نبدا بالسؤال الاول، الثاني، الثالث. الاسئله الحسابيه هتركها لبعدين، حقفز عنها عشان بدي اعمل ابلود عن طريق الباوربوينت احلها، اوكي؟ اللي فيها حساب. الاسئله النظريه هنحلها مع بعض الان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال كان من أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، واحد ألف تحقيق مستويات مقبولة من النمو الاقتصادي، باء التوظيف الكامل للعمالة، جيم المحافظة على استقرار الأسعار، دال كل ما سبق. الجواب كان دال، و 80% من الطلاب جابوه صح، برافو. 80% من الطلاب جابوه صح، برافو. السؤال الثاني كان الفترة التي يكون فيها متوسط مستوى الأسعار في حالة هبوط، ألف التضخم انفليشن، داء ديفليشن انكماش، جيم مضاعف النقود ماني مالتيبلاير، دال صافي التجارة الخارجية. الجواب الصحيح داء، هو الانكماش. برافو مريم، 80% برضه من الطلاب جابوا صح، مستوى عالي. منى القحطاني اربع اخطاء، وضعك جيد يا منى، حاولي تتعلمي من اخطائك الان لكي لا ترتكبيها في الاختبار النهائي الاسبوع القادم. طيب السؤال الثالث بيحكي البطالة التي تحدث اثناء الركود الاقتصادي وقبل بلوغ الناتج الحقيقي مستوى الطاقة الإنتاجية الكامنة، تسمى أو تسمى هاي البطالة ألف البطالة الدورية، باء البطالة الاحتكاكية، جيم البطالة الموسمية، دال البطالة الهيكلية. ممتاز أفراح ومريم والجميع، لأنه في 80% برضه جابوه صح، نسبة مرتفعة جدا جابوه صح. السؤال الرابع، إذا علمت أن المستوى العام للأسعار في سنة 2013 كان 120 نقطة،
وأصبح في العام 2014 132 نقطة. احسب معدل التضخم في البلد، هل هو ألف 5% ولا 10% ولا 15% ولا 20%؟ هذا حله 10%. أما كيف طلعت 10%؟ راجع له في نهاية هذا الاختبار، خليه للنهاية كيف حل. السؤال الخامس بيسألك منحنى فيليبس يوضح العلاقة ألف العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر، أو يوضح علاقة عكسية بين الواردات والدخل، أو أنه يوضح العلاقة الطردية بين الصادرات والدخل، أو دال يوضح العلاقة العكسية بين معدل التضخم ومعدل الفائدة. الجواب الصحيح دال. برضو 80% من الطلاب جاوبوا إجابة صحيحة. برافو. من ضمنهم ندى، مريم، أفراح إلى آخره. السؤال السادس بيسألك انخفاض الإنتاج مصحوبا بارتفاع الأسعار يعرف بالركود ريسيشن، الكساد ديبريشن، الركود التضخمي ستاجفليشن، أم دال بوم الرواج. الجواب الصحيح هو جيم الركود التضخمي، ومعظمكم باستثناء طالبين جابوا صح. برافو عليكم. 7 من أسباب التضخم: ألف ارتفاع تكاليف الإنتاج، ب انخفاض أحد مكونات الإنفاق القومي، جيم انخفاض كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، دال كل ما سبق. الجواب الصحيح 70% جواب إجابة صحيحة هو ارتفاع تكاليف الإنتاج. برافو عليكم. السؤال الثامن: الطلب على النقود عند الكلاسيك يشمل، هذا امبارح أخذناه، يشمل أغراض المعاملات والاحتياط، هل هي هذه جملة صحيحة أم باء جملة خاطئة؟ برافو عليكم. 90% جابوا صح. أعلى نسبة كانت للسؤال الثامن حتى الآن، 90% قالوا إنه الإجابة ألف صحيحة، هذه الجملة صحيحة. نعم، لكن لو جاب لك، لأن الشيء بالشيء يذكر، لو حكى لك الطالب ناخذ عند كلاسيك يشمل أغراض معاملات والاحتياط والمضاربة، لو كان السؤال كالتالي: الطلب على النقود عند الكلاسيك يشمل أغراض معاملات والاحتياط، وأضف كلمة المضاربة، تتحول الجملة إلى خاطئة، لأنه هذا عند كنز صح؟ عند كنز يشمل 3 أغراض: المضاربة والاحتياط والمعاملة. طيب السؤال التاسع يا مريم: إذا قام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي، امبارح أخذناه، هذا كلام امبارح، فإن عرض النقد يقل، ألف جملة صحيحة أم باء جملة خاطئة؟ هذه جملة خاطئة، وفقط 60% من الطلاب أجابوا إجابة صحيحة. عندما يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي، فإن عرض النقود يزيد ولا يقل، إذا جملة خاطئة. أنتقل إلى السؤال العاشر. السؤال العاشر بيحكي: إذا قلت أسعار الفائدة، فهذا يعني أن أسعار السندات سوف تقل. امبارح أخذناه. ألف جملة صحيحة،
ده جملة خاطئة. اضرب مريم نجود أفراح جملة خاطئة. إذا علاقة عكسية بين امبارح شرحتها بين أسعار الفائدة وأسعار السندات، إذا قلت أسعار الفائدة ترتفع أسعار السندات، أما إذا زادت أسعار الفائدة فإن أسعار السندات سوف تقل. إذا الجملة حكت إذا قلت أسعار الفائدة فهذه يعني أسعار السندات سوف تقل. جملة خاطئة، جملة خاطئة. السؤال 11، MB Money Days القاعدة النقدية تتكون من ألف العملات لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي، ب العملات التي بحوزة الناس في التداول خارج الجهاز المصرفي زائد إجمالي الودائع لدى البنوك، جيم العملات التي بحوزة الناس في التداول خارج الجهاز المصرفي زائد الاحتياطات الإجبارية والاختيارية الإضافية، دال إجمالي الودائع لدى البنوك. الإجابة الصحيحة هي جيم، زي ما حكوا الشباب نوف ونجود ومريم وندى إلى آخره. 70% جواب صح، فقط 30% أجاب إجابة خاطئة. اللي جاوب باء العملات التي بحوزة الناس في التداول خارج الجهاز المصرفي زائد إجمالي الودائع، هذا مش القاعدة النقدية. مين بيعرف هذا شو؟ رقم 2، شو اسمه؟ اسمه Money Supply، عرض النقود. لو حكالك عرض النقود كان صح، بتكون إجابة صحيحة رقم 2 باء، لكنه الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 12 بيحكي لك في حالة الركود الاقتصادي يلجأ البنك المركزي إلى ألف رفع نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي، باء تخفيض نسبة احتياط النقدي الإلزامي، جيم تثبيت نسبة الاحتياط الإلزامي، دال لا شيء مما سبق. الإجابة الصحيحة كانت باء، باء يلجأ البنك المركزي في حالة الركود الاقتصادي إلى تخفيض نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي. للأسف الشديد فقط ثلاث طلاب جابوه صح، والباقي جابوه خطأ. الباقي جابوا للأسف خطأ، فقط 3 طلاب جابوا صح، من ضمنهم الأخت ندى. الآن برافو ندى. السؤال 13، تؤدي صدمة العرض التوسعية إلى ألف انتقال منحنى العرض الكلي إلى اليسار، أم باء انتقال منحنى العرض الكلي إلى اليمين، أم جيم انتقال منحنى الطلب الكلي إلى اليمين، أم دال تثبات منحنى العرض مكانه دون تحريك. الجواب الصحيح هو باء، 90% من الطلاب جابوا صح. برافو عليكم جميعا، برافو عليكم جميعا. صدمة العرض التوسعية تؤدي انتقال منحنى العرض إلى اليمين. السؤال 14، صدمة العرض التوسعية تؤدي إلى ارتفاع الإنتاج مصحوبا مع ارتفاع الأسعار، ألف جملة صحيحة، باء جملة خاطئة. الجواب الصحيح أنها جملة خاطئة. لكي تكون جملة صحيحة يجب أن تكون كالتالي: صدمة العرض التوسعية تؤدي ارتفاع إنتاج مع انخفاض الأسعار. لو كتبت لك كلمة انخفاض الأسعار ارتفاع إنتاج وقلبت ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الأسعار تطلع جملة صحيحة، صح ولا أنا غلطان؟ برافو عليكم.
الآن نكمل سؤال 15. إذا علمت أن الاقتصاد الأردني يضم 500,000 شخص يعمل عامل، يعني 500,000 عاملين و50,000 عاطلين عن العمل في سنة 2016، احسب القوة العاملة الأردنية. ألف 550,000 شخص القوة العاملة، ب 450,000 شخص، جيم 555,000 شخص، دال 350,000 شخص. الجواب الصحيح ألف 550,000 شخص. كيف حسبناها؟ هلأ بحكي لكم بعد شوي كيف حسبناها، بعد شوي بحكي لكم كيف طريقة حسابتها. ننتقل إلى السؤال الأخير 16. اعتمادا على السؤال السابق 15، احسب معدل البطالة في الأردن في سنة 2016. هل هو ألف 5% ولا باء 7% ولا جيم 8% ولا دال 9%؟ فقط 60% جابوا صحيح، ألا وهو دال 9% نسبة البطالة في الأردن. كيف حسبناها؟ هلأ منحل مع بعض سؤال 15 زائد 16 إن شاء الله. خليكم معي، بدي أقفل الاختبار وأعمل أبلود للأسئلة الحسابية، مع أيضا الأسئلة النظرية حلها. هلأ بيفتح وبيطلع حل الأسئلة فوق عندك، حل الأسئلة السؤال وإجابته، لكن الأسئلة الحسابية حنحلها مع بعض في الصفحة هاي نفسها. خليكم معي، خليكم معي. هل ظهرت لكم الشريحة يا شباب؟ هل ظهرت الشريحة؟ نعم أو أم لا؟ عم تظهر الشريحة لكم؟ إكسلنت، إكسلنت. طيب، في عنا ثلاث أسئلة حسابية حكيت لكم خليها نورجيكم كيف حلها. حل السؤال الرابع طلب منك تحسب، قال لك إذا علمت أن المستوى العام للأسعار في سنة 2013 كان 120، بعدين ارتفع في السنة 2014 صار 132، فاحسب معدل التضخم في البلد، صح؟ هيك كان نص السؤال، نص السؤال. أوكي، عشان تحسب معدل التضخم في البلد لازم تكون حافظ القانون، المستوى العام للأسعار في السنة الجديدة ناقص المستوى العام للأسعار في السنة القديمة على قسمة المستوى العام للأسعار في السنة القديمة. فبصير المستوى العام للأسعار في السنة الحالية الجديدة 132 ناقص المستوى العام للأسعار كان في السنة السابقة 2013 120 تقسيم المستوى العام للأسعار في سنة 2013 120. 132 اطرح منها 120 بيعطيك 12 اقسمها 120 بيعطيك 0.10، وال 0.10 تكتب هكذا ايضا. ايوه، طيب عرفنا كيف حل السؤال. فاضل عندي سؤالين. سؤال 15 حكى لك اذا علمت ان في الاردن عدد العاملين نص مليون وعدد العاطلين 50,000، احسب لو سمحت القوة العاملة الأردنية. القوة العاملة الأردنية يا ابتهال بتكون عدد العاملين في الأردن زائد عدد العاطلين، عملية جمع سادس ابتدائي، عملية جمع سادس ابتدائي عشان تحسب القوة العاملة. تجمع 500,000 زائد 50,000 على الآلة الحاسبة بيعطيك 550,000. بتدور عليها بين إجابات الأربعة، بتدور عليها بين إجابات الأربعة وبتحط الإجابة الصحيحة. أما السؤال 16 حكى لك اعتمادا على السؤال السابق 15 احسب معدل البطالة في الأردن. لا، ف
تعرف انت معدل البطاله اعطتك اياه في احدى اللقاءات الحيه. عدد العاطلين عن العمل على القوة العامل الأردنية، صح؟ فعدد العاطلين عن العمل في الأردن كان السؤال أعطاني إياه 50,000. القوة العاملة حسبته في السؤال اللي قبله، أنا حسبت الأخضر، هذا الأخضر كان 150,000. فبتقسمهم الاثنين على بعض بيعطيك على الأقل حاسب، إذا قسمت 50,000 على 550,000 بيعطيك على الأقل حاسب هيك 0.090 كل كذا، صح؟ واللي يكتب أيضا يكتب أيضا هيك. فبالتالي هذا هو الجواب، مفهوم شباب؟ أيوة، رائع. الآن عملنا الاختبار التجريبي الثاني اليوم، اتدربنا بشكل جيد ان شاء الله، هذا بنزله في المنتدى اليوم باذن الله تعالى. يبقى عندنا لقاء يوم السبت، حيكون لقاء طويل اطول من 45 دقيقة اكيد، ليش؟ لانه اختبار يوم السبت عليه 40 درجة، كم درجة؟ 40 سؤال، سيكون عليه 40 سؤال مش 16 ولا 20، 40 سؤال. فحيكون هنضطر ناخذ بالكتاب حساباتكم اكثر من 45 دقيقه 100%. السبت حيكون اكثر من 45 دقيقه، حنحتاج اكثر من 45 دقيقه، لان بدي اعطيكم وقت تحلوه، وبعدين اسكر ونحل 40 سؤال مع بعض. والاختبار بدكم تفتحوا معي وتروحوا على المنتدى تنزلوه، يعني انا حنزله على المنتدى العام، بتروحوا على تدارس تضغطوا التواصل، ادوات التواصل، تضغطوا منتديات المناقشة، تضغطوا المنتدى العام، بتضغطوا على الموضوع اللي حنزله اسمه أسئلة الاختبار التجريبي النهائي بصيغة الوورد، تعمل له داونلود. إذا عندك آلة طابعة بعد ما تعمل داونلود بتعمل له برينت أوت وبتبدأ تحل، فهمت؟ بعد ما نخلص الوقت بسكر أنا وبحكي لك يلا بدنا نحل مع بعض الأسئلة 40 سؤال مع بعض، فهمتوا؟ وهكذا. إذا نلتقي في اللقاء الحي، عندنا اختبار الأحد، بينفع لقاء يكون في الصباح؟ ما بينفع، ممنوع يا مريم. اللقاءات الحية لو حبيت أنا، لو حبيت أنا أروح أدخل وأحط لقاء صباحا بيمنعني النظام، هذا لازم يعطى اللقاء مسائي، الكمبيوتر بيمنعني، لا استطيع، مش في ايدي. عرفت ولا بعمل لك يا صباحا، بس الموضوع مش في ايدي. فهو اللقاءات حسب وين تبدا الساعة الرابعة، اول لقاء حي يبدا الرابعة، في بعدين الرابعة 45، بعدين كله في المساء. فاذا ما استطعتي يا مريم خلص وما استطعت تحضري، انا حنزله في المنتدى، الاربعين سؤال حنزله في المنتدى مع حل الاربعين سؤال في المنتدى، انت بعدين تدرسي وبتضغطي عليه وبتعملي بعد ما تدرسي على المادة كاملة وبتعتبري اختبار نهائي وبتجاوبي وبعدين بتصلحي حالك من خلال الاجمل اللي انا بنزلها، فهمتي؟ اوكي، ان شاء الله اللي بيدخل اختبار الاربعين سؤال وبينجح فيه يوم السبت، خلص الطريق ممهد 100% أمامه يوم الاثنين ينجح، احتمالات نجاحه مرتفعة جدا جدا بإذن الله تعالى إن شاء الله. اختبار 40 سؤال يوم السبت هيكون شبيه تماما
بطريقة أسئلة اختبار حقيقي. عشان هيك ادرسوا لو سمحتوا ادرسوا بجد، وان شاء الله هيك بكون انا اخذتكم من ايدكم واحد واحد ورتبت لكم اموركم ودربتكم وهيئتكم تدخل الاختبار النهائي بشكل مرتاح بدون خوف وتفل وتنجح باذن الله تعالى. صح عاتك عاتك، اخر لقاء السبت باذن الله تعالى. باذن الله ان شاء الله نقدر تتخرجي ونفرح ونفرح بخبر تخرجك باذن الله تعالى. طيب يعطيكم الف عافيه شباب على حضوركم واهتمامكم. هلا بنزل لكم اشوف الاختبار في اسئله المنتدى عشان يصير عندك الاسئله زائد الاجابات. هاي الاجابات هون شايفينها، هاي كم اجابات هون للنظري والعملي، هي 4 و6 و15 16. يعطيكم الف عافيه شباب، نلتقي السبت باذن الله تعالى. حتى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.